من منا يتذكر هذه المشاهد؟ فوراءها قصة طويلة وأحداث مريرة. بطلها عمي الطاهر الدلال وأولاده الخمسة من بلدية قلتة سيدي سعد بولاية الأغوار. عرضنا حالته عدة مرات، وككل مرة يعدون المسؤولون المحليون بالتكفل به، غير أن الوعود تلاشت بين هاته الجدران الرثة ويبقى منفيا عبر الزمن إلى القصر الحجري. رانا في عام وثلاث شهور من اللي جاني شاف الدائرة وجاني رئيس البلدية كثر خيرهم وأصحاب الإعانة كثر خيرهم، جميع الخيرية أولاة الحلال يعاونوا فينا بكل خير. عين خير الناس عدوا أو ردوا، واللي ما تعدوش واللي ما تردوش ما عندك بها تردوا ربي يردوا إن شاء الله. وقال نعطوا لك 100 مليون، وأنا ذوك الناس راهم قاع يجيبوا في الإعانات للناس وكلهم يعاونوا، وكل كل هذا الجيران وكل هذا القاشي وهذا البلديات كلها تعاون في بلدياتها كل سائل. لا أنا راني في الصرادك أنا وليداتي رانا ندهس وأظلم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. عدنا إليه من جديد، وجدناه صابرا محتسبا يدرس أبناءه القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل. رئيس الدائرة ورئيس البلدية وعود التكفل به خلال 3 أشهر، لكن مرت سنوات وعمي الطاهر يناشد الخالق القصاص له. ما خافوش ربي فيا، لا يخافوا ربي من هذا الصبيان الصغيرين، ما عاد منه بيه ما ندهش ما طقتش. نتوجه الرئيس الجمهورية إن شاء الله باللي يشوف حالتي الدلال الطاهر. جمعية من العاصمة وباقي ولاية الوطن تتعاطف مع عمي الطاهر وتزوره بعد حظ حالته، غير أنه منذ سنة 2014 وعمي الطاهر يتلقى في الوعود حسبه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.